الحقيقة أن الحماية والمنافسة في نظري أنا لا تشجع على النمو، أني أحميك أنك تنافس. المنافسة هي جيدة للتحفيز للعمل، لكن التمكين هو المطلوب وليست حماية المنافسة. أنا اقتصاد حر، أفتح في كل مكان، أشتغل في كل مكان، أنا كجمعية تعاونية أو كتاجر. أنا أبغى أصل إلى التمكين، ومن التمكين أن في تخوف من القطاع التجاري بأن الجمعيات التعاونية ستطغى بدعم الدولة على أنشطتهم وعلى عملائهم، وبالتالي تضعف قاعدة العملاء عندهم. في نموذج الآن عالمي، وهو الآن إن شاء الله في النظام الجديد الموجود في هيئة الخبراء رفعتها الوزارة، الاقتصاد التشاركي، أني أقدر أجمع قوة الاقتصاد في البزنس مع قوة قاعدة العملاء في القطاع التعاوني، وأجمع الخبرات مع بعض ورأس المال مع بعض، ومساهمة لنصل إلى خدمة مستهلك بجودة أعلى. طيب أنت في الفاصل أنا سألتك وين موقع الجمعية المركزية اللي في الرياض عشان أروح أتقضى منها، صح. قلت لي أنها هي تبيع بالجملة ولا تبيع بيع مباشر للأفراد، صح. طيب وش استفدت أنا كمستهلك؟ يعني إذا هو بتبيع بالجملة بتبيع لمين؟ هل اللي بيشتري منها ما رح يحط هامش الربح الفائض، وبالتالي أنا حاصل في النهاية على منتج سعره ما يختلف كثير عن السوق؟ لا بالعكس، هي لما تركز أنها تكون مورد في سلسلة الإمداد بدل ما تجار الجملة الموجودين الآن، ستسعى الحصول على جودة أفضل وسعر أقل، توصل للجمعية التعاونية بهامش ربحي. أنا شفت اليوم الهامش ربحي بسيط جدا اللي تقدمها الجمعية التعاونية لتغطية مصاريفها وخدماتها، فبالتالي الجمعية التعاونية الاستهلاكية أو متعة الأغراض تقدمه للمستهلك بسعر أقل.